أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا والسنون عشا لنفسها، حيث تضع أفراخها مذابحك يا رب الجنود، ملكي وإلهي. طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك، طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يسيرونه ينبوعا. أيضا ببركات يغطون مورا، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. يا رب إله الجنود اسمع صلاتي، واصغى يا إله يعقوب. يا مجننا انظر يا الله والتفت إلى وجه مسيحك، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار، لأن الرب الله شمس ومجنة. الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. يا رب الجنود توبة للإنسان المتكل عليك. يا رب مجدك، يا رب معظمك يا زدود. يا رب ما أحلى حضورك، ما أحلى مساكنك، تشتاق بل تتوق نفسي لديار الرب. يا رب بنعبر عن اشتياقنا ومحبتنا وامنياتنا، وقد ايه يا رب كلنا النهارده منتظرين وقت نستمتع بحضورك. لا نريد ان نرى انسان اليوم، لكن نريد ان نشبع بحضور شخصك الكريم المبارك. تعال يا رب خد عينينا وقلوبنا وافكارنا. تعال يا رب خلينا نذبح ذبائح الحمد والهتاف لجلالك، لانك وحدك مستحق. مسحك كل إجلال وتسبيح، مسحك أن ننحني ونسجد أمامك. ما أحلى مساكنك يا رب الجنود. تعالوا بينا نبدأ نعبد الرب، نقول له تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي من إله الحي. هاليلويا. ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان للإله الحي. قلبي ولحمي يهتفان للرب الإله الحي الودود. قلبي ولحمي هما يهتفان للرب الإله الحي الودود. طوبى لمن يسكنون هناك يسبحونك بالسجود، طوبى لمن يسكنون هناك يسبحونك في قلوبهم.
فات على طول بيقول كده، خلينا نجيبه يا ميري مع بعض. ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، قويا أنت يا رب الجنود، فقلبي دواما في شوق إليك. هل ينفع نقول له يا رب أنا مشتاقك، زي ما كان المرنم في المزمور بيقول له إيه؟ قلبي ولحمي يهتفان، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. دايما مشتاقين ليك يا رب، دايما عايزين نتقابل معاك، دايما عايزين نفرح بيك، دايما جايين نعلن حضورك رب. أمين؟ مش كده في العدد دوت؟ قول يا رب أنا مشتاق ليك. لو ينفع تقول له بالطريقة اللي أنا كنت شايفها تبقى صعبة أوي، إحنا لسه مشغولين بنبدأ الاجتماع. لا، ابدأ الاجتماع وقول له أنا عايزك يا رب، وادخل كده سبح على طول، تستناش ترنيمة تحرك مشاعرك، لكن ده ثقة واقفين بإيمان إن هو السيد، هو رب الجنود. أنا كل اشتياق ليك يا رب، أنا رافع قلبي ليك أنا وإخواتي النهاردة، عايزين نشوفك يا رب، عايزينك تعلن حضورك النهاردة. تعالوا بينا مع بعض نقف نقول ما أحلى مساكنك يا رب الجنود. قوي أنت، قوي أنت، عظيم أنت، رب أنت، ما لا مثل لك بين الآلة يا رب. ما أحلى مساكنك يا ربنا، قوي أنت يا رب. مع بعض كلنا، ما أحلى مساكنك، ده لأقول كده سبح وعظم الرب. قوي أنت يا رب الجنود، فقلبي دواء مشتاق لذلك إليك تطول، فقلبي دوام في شوق إليك، لذلك نفسي إليك. طوبى لأناس، طوبى لأناس عزهم بك، تركوا بيتك في قلوبهم، طوبى لأناس عزهم بك. لأن اليوم في ديارك خير عندي من ألف يوم، لأن اليوم في ديارك خير عندي من ألف يوم. فضلت الوقوف على أعتابك على أن أسكن مع خطاط القوم، فضلت الوقوف على عتابك على أن أسكن مع الخطاة القوم. طوبى لأناس عزهم بك، تركوا بيتك في قلوبهم، طوبى لأناس عزهم بك، تركوا بيتك في قلوبهم. عابرين في وادي البكاء وخلاصي الرب لي وهو
هو ميراثي، وإن سقطت لا أنطرح ولا أبقى في أرضي. السقط أعلن في إيمان، لا 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 تشمتي بي، لا لا يا عدوتي، لا 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 تشمتي بي، لا لا يا عدوتي. الرب ماسك، الرب هللويا بيميني، يرد نفسي ويهديني. الرب ماسك بيميني، يرد نفسي ويهديني، ويرفع لي جبيني، فلا أبقى في أرض الضعفات. لا 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 تشمتي بي، لا لا يا عدو. الرب يسمع، الرب يسمع، الرب يشرق بشفائي، الرب يشرق بشفائي، الرب يسمع بندائي، الرب يشرق بشفائي، ويعطي نورا لضيائي، فلا أبقى في أرض بي. لا 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 يا عدوتي، لا 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 تشمتي بي، لا لا يا عدوتي، لا 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 تشمتي بي، لا لا يا عدوتي. صلي معايا الصلوة دي وقول لا تشمتي بي يا عدوتي، يا عدو كل بر مهما كانت حربك على شعب الرب. بنعلن ان كل شماتة انت شمتنا ترجع عليك وعلى جنودك، ونعلن انتصارنا بملك الملوك ورب الأرباب. كل حزن تاخده، كل مرض تاخده، كل أوجاع على شعب الرب ترحل انت وأوجاعك، ويعلن مجد الرب في وسطنا، ويراه كل بشر. كل المجد ليك سيدي، كل المجد ليك، لأنك تسمع وتشرك بشفة وتشرك بسلام وتشرك بتعزية، وتعلن أنك في الوسط بتتقابل مع كل حد رافع عينه عليك ومنتظرك. كل المجد ليك، كل المجد ليك سيدي. مكتوب كده في مزمور 27، رب نوري وخلاصي ممن أخاف، رب حسن حياتي ممن أرتعب. هللويا، عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقية وأعدائي عثروا وسقطوا، نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. وإنت كده في وسط الاجتماع تلاقي حروب جاية من إبليس على ذهنك وعلى أفكارك، على بكرة في إيه، على اللي فات، الصعوبات اللي كل شعب الرب بيقابلها. خلي عنا على الرب النهاردة. واحدة سألت من الرب إياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني، والآن يرتفع رأسي على أداء حولي، فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم للرب. هللويا، من نفسه يغني، من نفسه يرنم، من نفسه يعظم شخص الرب. هللويا، رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم ليوم بخلاصه، حدثوا بين الأمم بمجده، بين الشعوب بعجائبه، لأن الرب عظيم وحميد جدا. رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا بين الأمم بمجده، بين الشعوب بإعلان الرب عظيم، لأن ارفع ايدك كمان، عظيم جدا، لأن الرب حميد جدا، لأنه مهوب، هو مهوب على كل، لأن الرب عظيم،
عرشي ياخذ حياتنا وحبه يلا نسبح رب. مجد الرب في وسطنا، مجد الرب في وسطنا، هللويا مجد علينا يا رب. الجالس على العرش يسوع حياتنا وحبه يجمع، نرفع اسمنا نشكر فضله العظيم، غنوا رنموا لملكنا، اهتفوا لصخر، نرفع اسم الهنا، نرفع اسم الهنا، نشكر فضله العظيم، غنوا رنموا لملكنا، اهتفوا لصخر، غنوا رنموا، غنوا ورنموا، افرحوا هللوا واخبروا بعجائبه، فهو إلهنا ونبع فرحنا، سبحوا برباب وعود، عظيم هو ربنا وعظيم القوة، سمعوا صوت صبح نتقدم، نتقدم أمامه بهتاف وحمد، فهو غنوا ورنموا، غنوا ورنموا، افرحوا هللوا واخبروا بعجائبه، فهو إلهنا ونبع فرحنا، سبحوا برباب عظيم هو ربنا، عظيم هو ربنا وعظيم القدس، سمعوا صوت صبحه نتقدم أمامه بهتاف وحمد، فهو ملز غنوا هللويا، افرحوا هللوا واخبروا بعجائبه، فهو إلهنا ونبع فار، قولوا هللويا، سبحوا برباب وعود، قولوا هللويا هللويا، قولوا هللويا 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 لاسم المسيح، هللويا لاسم المسيح، بقلوب فرحانة بنعلي، بقلوب فرحانة بنعلي ورانا، لاسم اللي فدانا نرفع تسبيح، هاتوا الأوتار عضو المسيح، غنوا الأشعار، غنوا الأشعار لاسم المسيح، قولوا هللويا هللويا، قولوا هللويا 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 لاسم المسيح، هللويا لاسم المسيح، هللويا ندخل لحجاله، ندخل لحجاله، نشبع بجماله، نهدي لجلاله أحلى الأناشيد، يملانا بنوره، يغمرنا سره، نهتف في حضوره، نهتف في حضوره، هللويا حمد وتمجيد، قولوا هللويا لجلالك المجد والإكرام، قولوا هللويا 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 حمد وتمجيد، هللويا حمد وتمجيد، هللويا مين زي إلهنا، مين زي إلهنا، هللويا لمقام رفعنا ومعاك لسنا في السماويات، ده هو فرحنا وهدف أهدافنا، ومعاك عيوننا هنشوف أيام، قولوا هللويا هللويا، هللويا هللويا هنشوف آيات، هللويا
شوف آياتك. هللويا 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 لاسم المسيح لاسم المسيح. زيك انت مين في جمالك مين في حلاوتك يا يسوع مين زيك انت مين في جمالك مين في حلاوتك يا يسوع كلك مشايات جميل 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 أنت أبرع جمال من بني البشر انسكبت النعمة على شفتيك نبارك اسمك في هذا اليوم جميل 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 يسوع ما أجملك ما أروعك أبرع جمال قول له كده انت ابرع جمال انت الحلو انت الحنين انت كلك محبه وكلك رقه وكلك طيبه وحاسس بيا وشايفني مش كده مش هتشغل بنفسي انا هتشغل بيك لانك مهتم بيا ادي قلبي اهتم بيك النهارده وانا رافع عيني عليك منتظرك وبرجوك وعايزك تعالى يا رب بكلمه وباعلان خاص لكل واحد واحده فينا تلمس وتطيب وتتكلم
بالروح القدس لكل نفس. كلك نور والنور والحق يبان يا رب ويغشع كل ظلام في حياة شعبك باسم يسوع. أمين. في صوت ما فيش أجمل من احنا نبقى في محضر الله وان احنا نجلس أمامه ونتأمل فيه ونمتلي بحضوره ويشجعنا حضوره ويشجعنا شخصه. ده غرضنا في التواجد في محضره، ان احنا نكون أمامه وهو يلمس قلوبنا ويشبع قلوبنا. نشكر رب لأجل كل ما بيصنعه معانا، نشكر رب لأجل كل تطور في موضوع المبنى، نشكر رب لأن تبرعاتكم السخية وعطائكم السخي، فنشكر رب لأن قدرنا نوصل الداون بيمنت بتاع المبنى دلوقتي وإحنا مازلنا شغالين على اللون علشان يخلص ونسمع أخبار حلوة. أعتقد أن هوفلي الأسبوع الجاي يبقى عندنا أخبار حلوة عن اللون، وبعدين نشوف الفترة اللي بعديها. ما زال في مبلغ محتاجينه علشان التجديدات أو الحاجات اللي تتعمل في المبنى، فربنا يدينا الوقت الجاي نحن نعطي بسخاء ونكمل المبلغ ده. المبلغ ده ما أعتقدش أنه هو كبير، أعتقد أنه هو حوالي 80,000 أو حاجة زي كده، فربنا يكمل. هو ابتدى ومحدش ياخد الكريدت في الموضوع ده غير الرب وحده اللي هو سدد كل حاجة. يعني احنا عارفين ان جمع الفلوس ده امر متعب واحيانا كتير بياخد اوقات طويلة، لكن اللي الرب عمله معانا في بحر 4 أسابيع يشهد عن حاجة واحدة، ان ايده هو في الموضوع ده وهو اللي بيعمل مش حد فينا. وواثقين ان اللي ابتدى هيكمل ونحتفل قريبا بوجودنا في المبنى الجديد ان شاء الله. النهاردة رب حط على قلبي نتأمل بعض التأملات، يمكن النهاردة تكون البداية وبعد كده نكمل في مرات جاية من سفر يوئيل. والنهاردة هقول إن هي دروس من سفر يوئيل، يمكن ده يكون النهاردة أول مرة وبعدين هكمل المرات اللي جاية. معرفش كم واحد فيكو قرأ سفر يوئيل قبل كده، لكن أثق أن معظمكم حافظ بعض الآيات من سفر يوئيل، ومنها الجزء المشهور على أنه يسكب روحه على البني اللي استخدمه بطرس في أعمال الرسل، فده جزء موجود في سفر يوئيل. وآيات أخرى زي السنين التي أعوض عن السنين التي أكلها الجراد، ففي آيات كده مشهورة موجودة في السفر ده براسخة في أذهاننا وحافظينها. لكن السفر ليه غرض وليه هدف، والله ما فيش كلمة اتكتبت في الكتاب المقدس إلا والله كان ليه قصد منها. وإذا كان بنتكلم من العهد القديم، فما كتب في العهد القديم هو كتب لتعليمنا وليعطينا مثال عن إله واحد، هو إله العهد القديم وهو إله العهد الجديد، ما فيش فرق بينهم. عشان دي في مشكلة عند ناس كتير قوي ان حاسين ان اله العهد القديم ده مختلف عن اله العهد الجديد. لا، مفيش فرق، هو نفس الاله، هو الرب لا يتغير، هو امس واليوم والى الابد. واحنا بندرس في كلمة الله نقدر نتعلم عن الله من العهد القديم ونشوف من هو الهنا الذي لا يتغير، ونقدر نشوفه في العهد الجديد بنفس الصفات اللي اتقالت عنه في العهد القديم. في سفر يوئيل النبي يوئيل بيتكلم وبيقول نبوة لشعب يهوذا اللي هي المملكة الجنوبية اللي فيها كان أورشليم اللي كان فيها هيكل الرب.
وواضح ان هم في الوقت ده بعدوا عن الرب وعبدوا الاصنام. فبعت الرب هذه المسج، الرسالة دي ليهم على لسان يوئيل ابن فثوئيل. ومعنى كلمة يوئيل ان الرب هو الله. فالله حتى لما بيستخدم كان نبي عشان يرسله، حتى الاسم بتاعه كان الله ربطه بالرسالة اللي هيبعتها. وعايز يقول لهم ان يوئيل اني انا هو الله الذي لا اتغير، انا اللي اخرجتكم من ارض مصر، انا اللي قدتكم في البرية، انا اللي عبرت بيكم البحر الاحمر ونهر الاردن واعطيتكم ارض الموعد، انا نفس الاله اللي موجود معاكم، انا اله داود، انا اله سليمان اللي بنى الهيكل، انا اللي حضرت في وسط الهيكل بمجد عظيم وشافوني وشفتوا مجدي، انا نفس الاله. اما كلمة فثوئيل فهي معناها الاخلاص لله او التكريس الله، كان عايز يقول ان انا الرب ولا اقبل اقل من انك تكون مخلص ومكرس ليا. عشان كده واحنا بنتكلم في سفر يوئيل، الرساله اللي بيوجهها يوئيل كان للشعب، يا جماعه ارجعوا لان في غضب، واللي انتوا شايفينه بيحصل معاكم ده لانكم ابتعدتم عن الرب، والحل ان انتوا تتوبوا وترجعوا، ولما تتوبوا ترجعوا يقول كده وهكذا يكون بعد ذلك اني اسكب روحي عليكم. عشان دايما احنا بننبسط بالجزء بتاع اسكب روحي، لكن قبل ما يسكب روحه لازم يحصل ايه؟ توبة. قولوا معايا، قبل ما يسكب الرب روحه لازم يكون في ايه؟ توبة حقيقية، لازم يبقى في رجوع للرب. الرب مش متأخر ان هو يسكب روحه، الرب مش متأخر عن كده، لكن الله لا يقبل قلوب منقسمة، الله لا يقبل قلوب لي شريك فيها. حقه صح؟ حقه. عشان كده أي مرة بحاول أنا وإنت وإنتي ندي الله قلب منقسم، جزء من القلب، جزء من الحياة، وباقي الحياة تبقى لنفسنا واللي احنا عايزينه، يحصل ايه؟ يحصل نوع من الانفصال عن الله، يحصل نوع ان الروح القدس يبقى حزين فيا. في الرسالة دي في سفر يوئيل يتكلم عن الثلاث حاجات دي، ليه الخراب حصل معاهم؟ كان حصل زي مجاعة والجراد جه وهجم وخرب الارض كلها، وليه وايه الحل؟ انهم لازم يتوبوا، ينادوا بصوم واعتكاف، يقدسوا صوما للرب، ولما يعملوا كده ايه اللي يحصل؟ ينسكب الروح القدس. ولما بيتكلم الرب ليهم في اول عدد في عدد واحد يقول ايه؟ قول الرب الذي صار الى يوئيل ابن فثوئيل. وعايز هنا بيستخدم كلمة الرب لانها كلمة خاصة جدا لهذا الشعب، مش كلمة الاله الجبار او الاله اللي واقف ماسك عصايه، لكن الاله القريب جدا منهم، الاله اللي اختارهم، اللي قال عنهم اسرائيل ابني البكر، الاله اللي اخرجهم بزراع رفيعه من ارض مصر. فعلاقه لما يستخدموا كلمه الرب هم بيستخدموا الاله القريب اليهم اللي صنع معهم عجائب وعظام. عشان كده يقول قول الرب، انا الرب بتكلم ليكم في هذه اللحظة. الله تكلم لهذا الشعب، والله بيتكلم ليا وليك النهاردة، ان كل اللي بيحدث حوالينا من احداث قد تكون في بعض الاحيان مرعبة مخيفة، ما كانتش غايبة عن فكر الله، لكن الله بيحب يجيب انتباهنا او يجذب انتباهي وانتباهك ليه، ويقول انا موجود، ما ينفعش تعيش لي بنص قلب، انا عايزك كلك ليا. وما فيش واحد فينا هنا ادى قلبه كله للرب وعاش مع الرب والرب ما باركش حياته والرب ملاه بالروح القدس والرب اداله راحه. فعشان كده مش الحل ان انا اقعد
احاجج مع الرب، لا اصلا محتاج الجزء ده، اصلا سيب لي الحته دي، اصلا اعمل، لا انا بضيع وقت. انا محتاج اصغي للرب بيكلمني فيه وارجع اليه بكل القلب واتوب. وهنا بيقول لهم يا جماعه التوبه مش انكم تمزقوا ثيابكم من بره وتعملوا مناظر حلوه وشكل حلو، لكن فعلا في قلوبكم تبقوا عارفين ان انتوا اخطأتوا الي وانكم محتاجين ترجعوا الي. ايه الباك جراوند بتاع الرساله دي؟ ايه الخلفيه بتاعتها؟ في مملكه يهوذا كان في ملك اسمه يؤاش. هنقرا مع بعض من سفر اخبار الايام الثاني واصحاح 24. يمكن هاخد ايات، مش هقرا كل الاصحاح وطول الوعظه، يعني هتكلم في بعض الايات. اللي حصل ايه؟ ان يؤاش ده كان ملك. سفر اخبار الايام الثاني اصحاح 24. يؤاش ده كان في يهوشافاط، وجي بعدي يهورام، وبعدين اخازيا، وبعدين يؤاش. والكتاب بيتكلم على ان، لو انتوا فاكرين، يهوشافاط كان ليه قصه مشهوره، راح مع اخاب الملك وعملوا حرب ورجعوا تاني. ولكن الكتاب بيتكلم على ان واحد من ابناء دول يهوشافاط جوز بنت مين؟ بنت اخاب اسمها عثاليا. وكانت ست شريره، ما هو النبع ما بيطلعش غير النوع بتاعه، الشجر ما بيطلعش غير النوع بتاعه. اذا كانت امها تبقى ايذابل فالناتج هيطلع ايه؟ شرير. وعثاليا دي كانت امراه شريره جدا، لدرجه ان لما مات ابنها قررت تقتل كل اخواته عشان تملك هي. واللي حصل ان عمه يؤاش ده اللي هي اخت اخازيا الملك خدت يؤاش ده وخبته 6 سنين، وهي كانت مرات رئيس الكهنه اللي في ذلك الوقت اللي اسمه يهويدا. خدته وخبته 6 سنين. والحقيقه الراجل اللي كان ليه فضل كبير على يؤاش ده هو رئيس الكهنه اللي اسمه يهويدا. عمل ايه ده؟ خد يؤاش وهو عمره 7 سنين، وجاب رؤساء المئات ورؤساء الجيش، وقرر يعمل انقلاب على عثاليا اللي حطت نفسها ملكة بدون ترتيب الرب. فعثاليا ما كانتش من النسل الملكي اللي هيمسك، خلي بالكم، لان الرب قال ان بيت مين اللي يمسك؟ بيت داود، وعثاليا مش من بيت داود، وحطت نفسها كملكة في ذلك الوقت. جه يهويدا ده رئيس الكهنة وعمل زي انقلاب، وأقام يؤاش وهو عمره 7 سنين كملك ليهوذا. ويقولوا حاجة حلوة جدا في أصحاح 23 قبل ما نخش في عدد 16. بعد ما عمل الانقلاب ده، إنجاز التعبير يعني، عشان عارف إن كلمة انقلاب دي بتعمل نوع من الارتكارية لينا احنا على طول، لكن عمل انقلاب على عثاليا علشان يحط الملك الحقيقي. في أصح 23 وعدد 16 شوفوا عمل ايه. الرجل يهويدا ده كان رجل حقيقي، رجل الرب. يقول كده: فقطع يهويدا عهدا بينه وبين كل الشعب وبين الملك، علشان يكونوا ايه؟ ان يكونوا شعبا للرب. عهد، قطعوا عهد كلهم في المملكة ان هم هيعيشوا للرب فقط. وبعدين ابتدى يترجم ده في السلوك وفي تصرفاتهم. ايه اللي حصل؟ يقول بعد كده: ودخل جميع الشعب الى بيت البعل وهدموه وقصروا مذابحه وتماثيله، وقتلوا متان كاهن البعل امام المذبح. كانت عثاليا جابت كل العبادات البعل وادخلتها، ولدرجه ان هي خدت الذهب من بيت الله الهيكل وعملت منه تماثيل وحاجات للبعل. فكان اول حاجه كان لازم يعملها يؤاش وهو ملك عمره 7 سنين تحت رعايه يهويدا اللي هو كان المرشد بتاعه والمسؤول عنه، انه يعمل ايه؟ يطهر المكان من عباده البعل.
ويهدم المذابح. وبعدين تاني حاجة عملوا ايه في عدد 18؟ وجعل يهوداع مناظرين على بيت الرب عن يد الكهنة اللاويين الذين قسمهم داود على بيت الرب. عشان يعملوا ايه يا جماعة؟ لأجل إصعاد محرقات الرب كما هو مكتوب في شريعة موسى بالفرح والغناء حسب أمر داود. تاني حاجة كان الهيكل ايه؟ ما بقاش في ذبايح، ما بقاش في محرقات نتيجة لعبادة البعل، عمت عبادة البعل على البلد كلها. شوفوا تأثير شخصية زي عسالية دي تقدر تغير ايه؟ كل شكل البلد. الهيكل مازال موجود؟ الهيكل مازال موجود، لكنه بلا قيمة، لأن ما فيش محرقات بترفع فيه، ما فيش ذبايح بترفع فيه، اختفت الحاجة دي. ابتدى يهوداع يرجع الأمور دي تاني للهيكل. في عدد 19 حتة مهمة جدا، وأوقف مين؟ البوابين على أبواب بيت الرب لألا يدخل نجس في أمر ما. أصل ما ينفعش كان يخش للهيكل إنسان نجس، ما كانش ينفع كده. مش كل أي حد يخش في أي حاجة. المشكلة احنا بنعاني منها في المجتمع حاليا ان الكل مقبول، الكل ممكن يخدم، الكل ممكن يقدم ذبائح. مش مهم هو في خطية ولا ما فيهوش خطية، مش مهم هو في خطأ تعليمي ولا ما فيهوش خطأ تعليمي، خلينا كلنا نبقى حبايب مع بعض. يهوداع يعمل ايه اول حاجة؟ يوقف البوابين. أنا أول مرة كنت أخذ بالي إن البوابين دول كان مش مهمتهم بس يعني حراسة الباب من برة، لأ ده دول كمان إيه؟ بيفحصوا مين داخل وداخل ليه وداخل يعمل إيه؟ شوف التدقيق مهم جدا في الأمور دي، لألا يدخل نجس في أمر ما. في عدد 21 لنتيجة إن هم عملوا الحاجات دي رجعوا تاني لبيت الرب، نزعوا البعل والمذابح والتماثيل، رجعوا يقدموا الذبائح والمحرقات، رجعوا يسبحوا للرب، رجعوا يفحصوا ويدققوا في مين بيقدم الخدمة. يقول في عدد 21 آية مهمة جدا، ففرح كل شعب الرب واستراحت المدينة وقتلوا عثاليا بالسيف. الرب ماشي مع يؤاش الملك. الأصحاح اللي بعده يبتدي يكلمنا، يقول ان يؤاش لما مبسوط باللي بيحصل وسعيد بيه، يقول فابتدى يعمل ايه؟ لقى ان عثاليا هدمت وخربت بيت الرب، فقال لك لا لا لا، احنا لازم نرجع نعمل ايه؟ نرمم بيت الرب. وابتدى ينادي في البلد كلها ان خلونا نرجع تاني، نرجع الفضه اللي كانت لازم تدفع للبيت ونرجع نرمم البيت تاني. كل ده تحت قياده مين؟ يهوداع رئيس الكهنه. مش هقرا الاعداد كلها، لكن هقول ان ازاي ان الله خلى في عدد 14 يقول كده، ولما اكملوا اتوا الى ما بين يدي الملك ويهوداع ببقيه الفضه، وعملوها انيه لبيت الرب، انيه خدمه واسعاد وصحونا وانيه ذهب وفضه، وكانوا يصعدون محرقات في بيت الرب دائما كل ايام يهوداع. سوريا. المشكلة ايه؟ طول ما الراجل عايش كان كل حاجة ايه؟ تمام. يؤاش عايش تمام، لدرجة ان الكتاب شهد عنه قال ايه؟ وعمل يؤاش المستقيم في عيني الرب. بس ما سبهاش كده، كل ايام مين؟ يهوداع. اول في اخر الجزء ده في عدد 15 يقول ايه؟ ان يهوداع مات. اول ما مات يهوداع ايه اللي حصل؟ قلبت الصورة بالكامل. رجع يؤاش قرر يسمع لرؤساء يهوذا اللي أشاروا عليه وقالوا له خلونا نرجع تاني نعبد الأصنام. أصلها حاجة مريحة. احنا مش عايزين الحاجات بتاعت ربنا دي اللي ايه؟ مش على مزاجنا. خلونا نرجع. يقول الكتاب في عدد 17 حينئذ سمع الملك لهم. في بعض الترجمات حينئذ الملك سمح لهم
ان هم يرجعوا لايه؟ لعبادة الاصنام. يا يوقاش ازاي ده يحصل؟ ده انت عملت امور عظيمة، ده انت شفت ازاي الرب تمجد معاك، ده انت شفت الله عمل ايه، ده انت شفت ازاي الشعب فرح والارض استراحت وايد الرب كانت واضحة في كل شيء. بس يوقاش كان الموضوع كله تأثرا بمين؟ برئيس الكهنة ده. مجرد ما ده اختفى من حياته ايه اللي حصل؟ ما بقاش في اي مرجع ليه، ما بقاش في اي حاجة. ودي المصيبة الكبيرة اللي ممكن نلاقيها في ايامنا دي. يبقى الواحد ماشي ورا خادم معين، شخص معين، اذا الشخص ده وقع او اختفى من حياته يقع وراها. اوعى يكون حد فينا ماشي بالطريقة دي. يقاش بعد ما ابتدى وعمل المستقيم في عيني الرب، الكتاب يشهد عنه، مش احنا اللي بنقول، يقول الكتاب انه رجع وسمح ان لهم ان هم ايه؟ يعبدوا البعل تاني. ويقول عدد 18 وتركوا بيت الرب اله ابائهم. على طول اول حاجة يعملوها ابعد عن ربنا، الله غير مريح لنا. وعبدوا السواري والأصنام، فكان غضب على يهوذا وأورشليم لأجل اسمهم هذا. هو ده الوقت اللي جه فيه يوئيل النبي بالرسالة ليهم، لأن الرب بعت إنذارات كتير ليهم. بصوا معايا في عدد 19 وأرسل إليهم أنبياء لإرجاعهم إلى الرب وأشهدوا عليهم فلم يصغوا. وبعدين جه ولبس روح الله زكريا ابن يهويدا الكاهن، ده نفس الشخص اللي كان متربي مع يؤاش يعني في البيت، فوقف فوق الشعب وقال لهم هكذا يقول الله، لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون؟ لأنكم تركتم الرب، لأنكم تركتم الرب قد ايه؟ تركوا. الله إله غيور لا يتغير. لما يخش في حياتي وحياتك آلهة أخرى، لما أدي فرصة لحاجات تانية تبقى آلهة في حياتي، هو ده النص اللي بيقول لأنكم تركتم الرب، اللي يحصل الرب يعمل إيه؟ يترككم. عمره ما هو بيبادر بالأمر، لكن دايما بيستنى عليا وعليك. يقول كده لما سمعوا الرسالة دي، عدد 21 عملوا ايه؟ الشر عندما يملأ قلب الانسان يرفض صوت الله. الشر عندما يملأ قلب الانسان يتجبر، يبقى حاسس ان هو فوق كل شيء. الشر عندما يملأ قلب الانسان مستعد يعمل اي حاجة حتى لو وصلت للقتل. الرجل اللي قتلوه ده زكريا، هو ابن رئيس الكهنة اللي قادهم ورجعهم للرب. مجرد ما امتلأ بروح الله وقف وقال الحقيقة قدامهم والشهادة الصحيحة قدامهم، كان أي حاجة لازم يعملوها أنهم يعملوا إيه؟ لازم يخلصوا منه. ففتنوا عليه ورجموه بحجارة بأمر مين؟ الملك في دار بيت الرب. مفيش كان حياء، انتهى. لكن بلأ قلبهم. شوف الكتاب يذكر الآية دي، ولم يذكر يؤاش الملك المعروف الذي عمله يهويدا أبوه معه، بل قتل ابنه. وعند موته الولد قال إيه؟ الرب ينظر ويطالب. عايز أأكد لك حاجة مهمة جدا، مهما عظم الشر الله بيتمهل، لكن الله إله عادل، ديان، قدوس، بار، عمره ما هيتنازل عن حقه في هذا الأمر. لكن لأنه كتاب يقول كده، ما تحسبش أنات الله فرصة كده أنك تضيعها، لأن غضب الله سيعلن في وقت ما. كتاب كله يشهد عن كده، يتكلم عن الأموريين مرة أنه هو قال لهم لسه لم يكتمل شرهم، ولما اكتمل شر الأموريين الله أمر بإيه؟ بإبادتهم.
عايز أكد لك النهاردة، الله ليس بظالم، الله أمين في كل شيء، وإن كان يتمهل على كل واحد فينا فده من عمق محبته، لكن عمر ما محبته هتتعارض مع عدله ومع قدسته. افتكر كده دايما، عمر محبته ما هتتعارض مع كده. في عمق محبته عايز يفضل إنسان، في عدله كان لازم يموت الابن علشان يبقى فيه فداء. ده الله اللي عشان كده في بداية بيقول له أن الرب هو مين؟ الله لا يتغير، وأنه لا يقبل العبادات المختلفة الأخرى. ابتدى بعد كده يوضح إزاي أن الله ابتدى يعاقب يؤاش نتيجة لفساده. وأنا عايز أقف معاكو عند خطوات إزاي الإنسان بيسقط وإزاي يرجع في الدقائق القليلة اللي باقية. إمتى الإنسان بيسقط؟ لما يدخل آلهة تاني في حياته، لما يكون في حاجات تانية بتسود عليها، يبتدي الإنسان يبعد عن ربنا، لما يحط حاجات مساوية لربنا، لما يحط حاجات يحاول يوزن بيها شهواته ورغباته مع علاقته مع ربنا. الله لا يقبل هذا الأمر بتاتا. في الرسائل اللي بعتها الرائي يوحنا للكنائس السبع، في أول رسالة لكنيسة أفسس بيقول لهم أذكر من أين سقطت وتوب. كان إيه اللي سقطوا فيه؟ إن هم تركوا محبتهم الأولى. طب إيه المشكلة؟ المشكلة كانت إن هم كانوا شعب غيور جدا على العقيدة، شعب غيور جدا على العقيدة والإيمان، وكانوا مدافعين بشراسة عن الإيمان بتاعهم. لكن هذا الدفاع وهذا الغيرة اللي في وهذه الغيرة اللي في قلوبهم كانت ملهاش علاقة بالرب، كانت بتنم على إيه؟ العصبية القبلية بتاعتهم. احنا ده ايماننا واحنا هنتمسك بيه واحنا هنذبح اللي يقف قدامنا. قال لهم تركتم محبتكم الاولى. انتم محتاجين ترجعوا تعرفوا ان انا ما يفرقش معايا شكل الخدمة ايه، شكل العقيدة بتاعتك ايه، انا يفرق انت بتعمل كده ليه. تركوا محبتهم الأولى. في الرسائل كلها للكنائس تتكلم عن إزاي، وكل مرة يقول لهم توب، ارجع على اللي بتعمله ده، ما تسمحش بتعاليم فاسدة تخش لحياتك، مش بس الخطأ التعليمي لكن الشر الأخلاقي زي ما بنشوف وبيقول علينا ان احنا رجعيين لما بنقول ان ما ينفعش. الكتاب قال ان الشذوذ الجنسي هي خطية، ما ينفعش هنقول ان ده ماشي نمشي علشان ده الناس كلها عايزة كده، مش هيحصل. ليه؟ لان احنا نتمسك بكلمة الرب، لكن في نفس الوقت احنا ما بنعديش حد من اتجاه هذا الامر. انا دايما بقول لاولادي كده، احنا ما نقبلش التصرف ده لكن نعامل الشخص بكل محبة، with respect and dignity، بكل محبة واحترام كإنسان. مش معناه ان انا لازم اجري معاه اوافق معاه في اللي بيعمله، لا انا مش مطالب اوافق معاه، لكن مطالب ان انا ايه، اعامله باحترام وادب. في الاخطاء اللي كان بيتكلم عنها في الرسائل هنا كان بيقوله لازم الاخطاء دي، مره يقول له كرسي الشيطان، مره يقول له مجمع الشيطان، حيث الشيطان يسكن. عايز يقول له ان الشيطان متغلغل في كل الأمور دي، وغرضه الأساسي إن هو يعمل إيه؟ يفسد الكنيسة، ده غرضه. لكن هيهات له إنه يقدر يعمل كده، لأن هناك قائم، هناك الله، هناك الجالس على العرش الماسك بزمام كل الأمور. عشان كده وإحنا بنبص في هذا السفر، سفر يوئيل، النهاردة هنقف عند الحتة دي،
محتاجين نعرف ان الله اله غيور جدا. لو انا عايز امتلئ بروح الله واعيش حسب قصد الله واعيش وانا فرحان بالرب واعيش وانا مليان بالرب، خليني اعرف ان كل حدث بيحدث حولي الله عايز يجذب ايه انتباهي، عايز يقول لي خلي بالك خلي بالك. ولما الله يتكلم ليا انا مفروض اعمل ايه؟ استجيب. الشعب ده عند قدام ربنا، الله تكلم ليه لكنه ترك الامر، بل قتل النبي اللي جه يكلمه. وكان العقاب بتاعهم ان تيجي مملكه اخرى من الخارج وتعمل ايه؟ وتاخد منه، حتى ان يؤاش ده اللي بنى الهيكل عشان ينقذ نفسه من الملك اللي جاي ده عمل ايه؟ خد الذهب والفضه بتاعه الهيكل وقدمها كايه؟ فديه لنفسه عشان ما يهجموش عليه. مفيش اخطر من ان انا اكون عايش بقلب منقسم، مفيش اخطر من كده. هقدم تنازلات في حياتي مش ممكن تتخيل شكلها ايه، عشان احاول بس ما ارجعش لربنا واستمر في الغلط اللي انا فيه. هتقدم تنازلات للعالم. فاكرين الابن الضال عمل ايه؟ تنازل ورا تنازل، تنازل ورا تنازل، لحد ما وصل لفين؟ ان بياكل الخرنوب مع الايه؟ مع الخنازير. انتوا متخيلين الصوره؟ انتوا بتشوفوا الخنزير من بعيد، بتمشوا 10 متر بعيد عنه، ليه؟ من ريحته. ده كان بياكل معاهم. تنازل. ما هي الخطيه بتذل. ابليس سيد قاسي، لما تديله فرصه يحاول يذلك اكتر واكتر، ده هدفه. ولما تسيب له الباب مفتوح ما عندوش اي مانع ان يخش ويعمل اللي هو عايزه. هل في ناس قدرت تستمر في علاقتها مع ربنا بالرغم من كل التحديات؟ الكتاب يدينا امثله كتير جدا. يتكلم عن يوسف، لو ما كانش معاه حد بيشجعه ولا بيطبطب عليه ولا واقف جنبه ولا بيقول له حبيبي معلش ولا بيصلي معاه ولا بيصلي من اجله، ما كانش معاه حد خالص. لكن لان يوسف وضع في قلبه ان يكون للرب امام كل التحديات اللي شافها والمصاعب اللي شافها، ايه اللي حصل؟ قال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ. صمويل النبي يقول الكتاب انه كان عايش في بيت عالي الكاهن، واولاد عالي كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيزنوا مع النساء اللي في الهيكل وبيسرقوا من الذبائح. لكن يقول صمويل وكبر الصبي صمويل مع الرب في وسط كل البلاوي دي. الانسان اللي عايز يتمسك بربنا الله بيتقابل معاه والله بيرفعه. اوعى تدي لنفسك سبب اكسكيوز يعني انك انت مش قادر تعيش مع ربنا. الله مستعد زي ما عمل مع يوسف، زي ما عمل مع صمويل، زي ما عمل مع دانيال والفتية التلاتة. رب وقف معاهم، يقول كده عن دانيال وضع في قلبه الا يتنجس بأطايب الملك. اصل الامر يبتدي منين؟ من هنا. لو انت عايز تعيش مع الرب الله هيتقابل معك، لكن الله لا يمكن هيجبر نفسه على اي حد فينا. لو عايز تعيش بقلب منقسم انت اللي خسران وانت اللي هتدفع ثمن الحياه دي كلها. لو عايز تعيش بقلب كامل قدام الرب سيسكب الرب روحه عليك وستتمتع بالفرح الحقيقي وتحدث انتعاشات في حياتك غير عاديه. بعض الخدام بيتكلموا عن يؤاش يسموها النهضه الغير كامله. ابتدت كويسه وانتهت ايه؟ انتهت بخراب. ليه؟ لان القلب ما كانش كامل امام الله. الليله احنا محتاجين قول يا رب افحص قلبي، افحص قلبي، لالا اكون بخدع نفسي، لالا يكون ساد علي الهه سواك وانا مش حاسس، وانا ماشي مع جموع الناس وبدخل روح الكنيسه وبنرنم وبنفرح وبنسمع وعظات ونروح نهضات وكل حاجه كويسه. يؤاش كان عايش في الجو ده لكن قلبه لم يكن
مع الرب. مجرد ما تشال المؤثر يقاش عمل كل الغلط. اكتر حاجة تكسر القلب ان احنا نبقى عايشين واحنا متخيلين نفسنا ان احنا على علاقة بربنا واحنا مش على علاقة مع ربنا. النهاردة اليوم ده دعوة ان نفحص طرقنا علشان الحياة مع الرب حياة جدية. والله مستعد ان يصنع عجبا في حياة كل واحد فينا. مش محتاج تعذب في نفسك عشان ترجع للرب. مش محتاج تدفع فلوس. مش محتاج تسافر لبلد تانية. محتاج تيجي على ركبك قدام الرب. قول يا رب انا قدامك. انا مش عايز اكون باخدع نفسي. افحصني من جوه. رد قلبي ليك يا رب. تخلينيش عايش زي الشعب ده. اللي كل ما القساوة كل ما يمر الوقت القساوة يحصل لها ايه؟ تزداد. انت عارفين دي مصيبة. كل ما استمر في الغلط كل ما وداني تتسد. كل ما اقبل شرور اكتر واحس ان انا مش غلطان. النهاردة الله بيشجعنا كإلهنا الحبيب اللي ما بخلش علينا بولا شيء. ما بخلش علينا بولا شيء. يقول النهاردة ارجعوا إلي يقول الرب. فأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد. السنين اللي بلا ثمر. السنين اللي بلا فايدة. السنين اللي أيام اللي ممكن تكون ضاعت وأنا ببحث عن أي شيء. الرب كمان مستعد النهاردة يعمل إيه؟ يعوض عن السنين التي أكلها الجراد. تعالوا نصلي مع بعض. قول يا رب أنا مش عايز خداع في حياتي. أشكرك لأن كلمتك حية بتخترق قلبي بتفحص أعماقي بتنير أمامي بتزيل العوائق من أمامي. مش عايز أعيش أيامي وأنا متخيل أن أنا في صورة معينة أو اللي حواليا أقنعوني أن أنا كويس وتمام وكل حاجة كويسة. مش مهم شهادة الناس عني. مهم شهادتك أنت عني. مهم أن الروح القدس يشهد لنا أن نحن أولاد الله. تعال ببساطة أمامه في هذه الليلة. افحصني. يمكن لطول الزمان أنا موجود في الكنيسة في المجتمع الكنسي وحاسس إن هي كده شكلها كده وتمشي كده. لكن يجي الرب النهاردة يجي ويكلم قلبك وقلبي وقلبك يقول لك ارجع إلي. أنا عايز أسكب سكيب روحي عليك. بس مش اسكب سكيب روحي وانت قلبك منقسم. والموضوع بكل بساطة انك ترجع الى الرب. لان الرب رؤوف رحيم بطيء الغضب كثير الرأفة يندم على الشر لعله يرجع ويندم فيبقى وراءه بركة تقدمة وسكيبا للرب إلهكم. فيش أعظم من إحنا نرجع للرب. إذا كان الرب سمح بالكورونا والظروف الصعبة أيا كان السبب فيها إيه مش هو ده هدفنا. لكن الله يتكلم إلى قلوبنا من خلال هذه الأمور إن هو ما زال موجود إنه على العرش إنه ماسك بزمام الأمور وأنه بيصنع كل ده لأنه يحبني ويحبك ويحبك علشان يكون قلبي وقلبك وقلبك كامل أمامه. و
ويكون بعد ذلك بعد التوبة والرجوع للرب إني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد أيضا وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام وأعطي عجائب في السماء والأرض. إذا كان هنا بتكلم عن حاجة مستقبلية أو اللي حدث في يوم الخمسين، فكل نبوة بتحدث على فترات مختلفة، لكن الله وعده لكل قلب يرجع ليه إنه يأتي إليه ويصنع عنده منزلا، يصنع عنده منزلا، يظهر له ذاته. مفيش أعظم من كده، مفيش حاجة تساوي كده إنك تشوف بعينين مفتوحة الرب في حياتك. تستاهل أي حاجة تانية؟ تستاهل أنا أحتفظ بأي حاجة تانية؟ مستاهلش، مفيش حاجة تساوي الأمر ده. اللي اختبر إنه يشوف الرب بعينين مفتوحة لا يمكن أي حاجة تانية في الحياة تساويها، مهما كان عظمتها، مهما كان حلاوتها. لكن طول ما أنا في جوع في حياتي، كل مر حلو ليا، كل مر حلو، كل خرنوب بالخنازير طعمه حلو في بقي، لكن لما أرجع للرب بكل قلبي النفس الشبعانة تدوس العسل، النفس الممتلئة، النفس اللي شبعانة بالرب ما فيش حاجة تغريها في العالم، لا العالم ولا شهواته، لأنها شبعانة من جوه. تعالوا نقول له جايين يا أبانا اسمع لدعانا. تعالوا نقف مع بعض ونقول الكلمات دي. بكروب مليانة بنفتح
نختم مع بعض ترنيمة مش عارف هتلاقيها ولا لا، لكن انت مش للذكريات. انت قوة، انت تقدر، انت فوق ايه حد التصور. يقدر يغير الوضع، يقدر. تعالى يا رب، أو نتكاسل يا رب، أو تكون الكلمة مجرد كلمة سمعناها ونخرج ونحن كما نحن، لكن أيد بقوة الروح القدس يا رب الكلمة في حياتنا، وأعطي أن إرادتنا تتوافق مع إرادتك فنعيش كما يحق لإنجيل المسيح، ونمتلئ إلى كل ملء الله، ويكون المسيح ظاهرا واضحا في حياتنا، فتكون حياتنا يا رب شبعانة ومليانة بحضورك أنت. في اسم المسيح نصلي، ونعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى الأبد. آمين.